السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نتحدث على أحد نباتات الموالح، نتحدث عن الليمون البلدي. والليمون البلدي يتبع طبعا الموالح، وتتبع الموالح العائلة السيزبية، والتي تمتاز بوجود الغدة الزيتية في أوراق أشجارها. يعني ونحن نقترب من شجيرة الليمون في رائحة طيبة، فالموالح تمتاز بوجود غدة زيتية في أوراق أشجارها. والليمون يتبع الموالح مستديمة الخضرة الورقة منفردة، ويتبع المجموعة الحمضية. هذا هو الليمون البلدي، هذا هو الليمون البلدي المالح. الثمرة الحمد لله الشجرة في مرحلة الإثمار، واضح الحمد لله. الأزهار تم فيه عملية التلقيح والإخصاب، وتكونت الثمار كما نشاهد. هذه هي ثمار الليمون. الثمرة كروية أو مستطيلة، لونها أخضر. طبعا قبل النضج، يعني الليمون بيبقى أخضر قبل النضج، لما تكبر وتأخذ حجمها وتنضج يبقى لونها أصفر. هذه هي شجيرة الليمون. بسم الله ما شاء الله، الثمار في عناقيد كما نشاهد. الشجرة تتميز شجرة أو شجيرة الليمون بوجود أشواك، الورقة فردية غير مجنحة، ورقة الليمون فردية غير مجنحة. هذه هي الثمار، ثمار الليمون. السلام ورحمة الله. يبقى الليمون البلدي من الموالح التابعة للمجموعة الحمضية. محصول الشجرة بإذن الله، الشجرة تعطي من 2000 إلى 3000 ثمرة ليمون. الشجرة تعطي من 2000 إلى 3000 ثمرة ليمون، والثمار تنضج من أوائل يوليو اللي هو شهر 7 إلى أوائل نوفمبر، ونحن الآن 30 إبريل، فما زال في متسع من الوقت كي تنضج الثمار. طبعا كلنا نعلم أن الليمون لب عصيري به نسبة عالية من الحموضة تصل إلى 7%، ولذلك نسبة الحموضة العالية هذه ترفع المناعة وتمنع الأمراض بإذن الله. هذا ما لدينا عن الليمون، ونشكر حسن المتابعة. شكراً.